وللمزيد حول المشاورات اليمنية التي تجرى الآن في الرياض وموقف ميليشيا الحوثي المعرقل، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الحفيظ. أهلا ومرحبا بكم، ومبارك للجميع بقدوم شهر رمضان المبارك. حياك الله. مع إعلان المبعوث الأممي لليمن توافق أطراف الأزمة على هدنة لوقف إطلاق النار، ما مدى إمكانية الالتزام من قبل ميليشيا الحوثي بالاتفاق مع أنباء بوجود انشقاقات بين قياداتها؟ حقيقة يعني أنا أود يعني أقدم مقدمة. الأزمة اليمنية حقيقة معقدة، واستثمارها الحوثي حقيقة استثمار متميز، ولذلك هناك حقيقة اختراقات للأزمة اليمنية التي لها امتدادات إقليمية ودولية. فالحقيقة يعني الأطراف والمكونات اليمنية الذين شاركوا في مشاورات الرياض التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي قدرا كبيرا من التوافق والحرص على مستقبل بلادهم. الحقيقة لأن هذا الاجتماع يعني هو بمثابة حقيقة هناك يعني بين الأطراف اليمنية يعني حقيقة تفاوتات ومشاكل، لكن الاجتماع في الرياض حوالي أكثر من 800 طرف من أطراف الصراع في اليمن. نعم. الحقيقة هو ليس فقط الصراع بين الحوثي واليمنيين، هناك أيضا صراعات داخلية، ولذلك فقط خلال يومين حقيقة هناك يعني كما يعني التقارير تفيد. طيب دكتور، يعني حتى وقت قريب كانت ميليشيا الحوثي ترفض المباحثات وتعرقل الاتفاقات، ما الجديد الذي دفعها للموافقة على الهدنة، وهل الأمر له علاقة بالاتفاق النووي الإيراني؟ حقيقة بالضبط أنت يعني وضعت يعني يدك على الجرح تماما. لا شك هناك يعني علاقة تماما بالاتفاق النووي. نحن نلاحظ هناك يعني تموضعات دولية. أنا لا أود أنا ما أحلله حقيقة من يعني تلقى نفسي لا يمثل الدولة. فأظن يعني القصف هناك اتجاه القصف بالقصف، الدم بالدم، حركة رواد النهضة وميثاق عبد الله حذروا من يوم 26 في الشهر الماضي لأنهم سيقومون يعني الانتقام للقصف قصف المملكة العربية السعودية في جدة، وحدث البارحة. أنا في ظني يعني دائما كانت ترفض المملكة العربية السعودية استهداف الداخل اليمن الإيراني. الداخل الإيراني هو قابل للانقسام نعم. والتقسيم أكثر من المملكة العربية السعودية. أيضا الولايات المتحدة وضعت عقوبات على يعني موردين الصواريخ الباليستية وأفراد من الحرس الثوري. بالعكس كان الحرس الإيران تطالب برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. الآن وزير الدفاع اليوم يهدد بأن هناك يعني ميليشيات إيران تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، يقصد الطائرات المسيرة. يعني هناك تحول، هناك الولايات المتحدة تخشى من أن تحل محلها في المنطقة الصين. بذكر الوضع الداخلي في اليمن، وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أعلن عن إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة كبادرة حسن نية. هل ستقدم ميليشيا الحوثي تنازلات في المقابل، أم ستواصل استخدام الملف الإنساني كورقة ضغط؟ صحيح، ممتاز. الآن حقيقة الشرعية اليمنية تقدم إغراءات للحوثيين، لأن حقيقة يعني دعني نوضح بشكل دقيق. نعم. لأن الذين حضروا في الرياض يمثلون 90% من مكونات الشعب اليمني، وأنا في ظني هذا إذا توصلت هذه المكونات إلى اتفاق في داخل الرياض سيتوصلون. هناك الكثير من نقاط الالتقاء يمكن البناء عليه. هنا يتم تجريد الحوثي. الحوثي هو من أين يستمد قوته؟ يستمد قوته من القبائل، من الشعب اليمني، من
الاختلافات من الصراعات الداخلية، لكن حينما يصل اتفاق الرياض، شاورات الرياض إلى تفاهمات إلى التقاء، أنا في ظني يتم تجريد الحوثي من كل القوى، ويصبح الحوثي بمفرد وهو يعي ذلك، هو يعي ذلك. ولذلك نجد الآن هناك انقسام بين الحوثيين، وأنا في ظني أيضا يعني الشرعية قدموا يعني إغراءات للحوثي من أجل تجلبوا إلى مشاورات الرياض. فهناك عدد الحقيقة من يعني يعني الحوثي يشعر اليوم أنهم حاضر. إيران تتخلى عن بعد ضربة اليوم، لأنه إيران تتبجح، لأن تقول النفوذ الإقليمي والصواريخ البالستية خط أحمر، لكن ضربة اليوم وتصريح وزير الدفاع اليوم سيغير كثيرا من المعادلات. وكما قلت إيران يعني إذا نقلت المعركة إلى داخل إيران فيقابل التقسيم ويعني سهل جدا. الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، كنت معنا في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.